دشن طيران ناس الناقل الجوي السعودي أولى رحلاته إلى مدينة العلا التاريخية، وبرحلة مباشرة من مدينة الرياض، حيث كان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا وفد ممثل عن الهيئة الملكية بالعلا وعدد من منسوبي الشركة. عبر الهاتف ينضم معنا المهندس عبد الوهاب بن عبد الرشيد بخاري، المدير العام لمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في محافظة العلا. أهلا بك مهندس عبد الوهاب. بداية كلمنا عن استقبال مطار العلا الدولي لولا رحلات فلاي ناس القادمة من الرياض. أهلا بك أخي الكريم، وأنا سعيد بالتواجد معكم. في البداية صراحة تواجد يعني شركات طيران متنوعة في المطار يعد إضافة نوعية للمطار، وخصوصا أن هذه الإضافة تكون تتمثل بالناقل الوطني الثاني اللي هو طيران ناس بتسعيد وتدشين رحلته الأولى عبر طائرة عام الخط العربي التي تبرز هويتنا وثقافتنا، وتسير أول رحلة لها إلى محافظة العلا وبجوار شقيقتها الخطوط السعودية الناقل الوطني الأول، حيث أن هذه الإضافة ستسهم في زيادة الحركة الجوية ونمو أعداد المسافرين وتحسين أيضا تجربة المسافر بتوفير خدمات متنوعة وأسعار تنافسية أيضا تستهدف السياح والزوار للمحافظة. نعم مهندس عبد الوهاب، ماذا عن الطاقة الاستيعابية للمطار خلال، هل هناك مراحل للطاقة الاستيعابية؟ هذا واحد السؤال، أو الشق الثاني من السؤال، هالشيء كيف ينعكس، كيف يمكن أن تلبون هذا الطلب العالي مستقبلا؟ مما لا يخفى على الجميع الآن العلا باتت أيقونة السياحة الطبيعية والتاريخية عالميا، وبدأ يحتل اسمها وصنع اسمها عالميا، وأصبحت تستشهد بها في كافة المحافل الدولية والرقمية، ونالت شرف تدشين رؤية العلا ضمن المحاور الرئيسية في رؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله 2030 التي دشناها في العلا، حيث هذه ساهم في استقراء المستقبل وتدشين مشروع تطوير المطار من خلال مشروع وطني أنجز في فترة وجيزة في مرحلته الأولى. كان المشروع صراحة يعني مشروع جبار نفذ بفترة وجيزة لتأهيل المطار لأن يستقبل هذه الرحلات وهذا الكم من الرحلات ويتماشى مع المستقبل، وتم بناء صالة لكبار الزوار مستوحاة من بيئة العلا مزودة بأحدث التقنيات، وأيضا تم يعني بينما في السابق كنا نحن عدد تم توسعة ساحة الطيران، إضافة مواقف طائرات متعددة، أصبحت مواقف الطائرات 15 موقف للطائرة بينما في السابق كانت 3 مواقف، الآن أصبحت الطاقة الاستيعابية 3 أضعاف 400 ألف مسافر في السنة بينما كانت في السابق 100 ألف مسافر، وتوجد أيضا بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والهيئة العامة للطيران المدني، حيث نستهدف إنشاء غوامة عام 2035 على الوصول إلى 2 مليون مسافر بإذن الله. نعم شكرا جزيلا لكم، كل التوفيق مهندس عبد الوهاب بخاري المدير العام لمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في محافظة العلا.